الو، السلام عليكم. ازيك يا ساره؟ عامله عليكم ايه؟ السلام. الحمد لله يا حبيبتي، عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. اتفضلي صوفيا معاكي. اهلا بيكي يا ساره. ماشي، ازيك يا دكتور؟ عامله الحمد ايه؟ لله كويسه، الله يخليكي. معلش انا عندي حلمين. اتفضلي سريعا يا ساره. اول حلم، خلفي حلمت مامتي انا متوفيه، يعني الله يرحمها، ف يعني يا رب، هي حلمت ان القبر بتاعها مولع نار والجثه نفسها مولعه، بس فهي دخلت جوه القبر فبتحاول تطفيه برمله، جابت كوريت وبتحاول تطفي النار دي برمله، فالنار زي ما تكون بتحط لها خشب بتزيد بتزيد. بس ثاني حلم. طب ما هو الحلم كده واضح يا ساره. الحلم وحش جدا، واضح ان الوالده يعني معذبه بسبب امر كان. امر زي ايه في الدنيا بقى؟ حاجه كان يعني كلنا مذنبين طبعا، بس انت واجبك كبنتها ان انت تعملي صدقه جاريه تخفيفا من عذابها. يعني بصي، يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس هو واضح ان الذنب ده كان عظيم، فلازم الصدقه تبقى عظيمه. هي ممكن بس تكون مقصره في الصلاه، الله يرحمها. بس يعني هي الحمد لله حتى سيرتها عندنا، يعني الحمد لله. والله بصي، يعني انت بس اعملي صدقه جاريه، اعملي لها مثلا عمره كمان عشان بس ترفع من شانها قوي، يعني لان واضح ان المعذبه جدا. شكرا يا ساره.